طيب نروح لفيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون، لأن في دراسات كتيرة بيقوم بيها العلماء والأطباء علشان يتعرفوا على الأعراض الجديدة للمتحور ده، متحور أوميكرون حول العالم. آخر هذه الأعراض كشفت عنها طبيبة إنجليزية وأكدت أن أوميكرون ممكن يعمل التهابات في جفون العين، وبيظهر حاجة اسمها العين الوردية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أيمن الشربيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. يعني عاوزين نعرف من حضرتك الأعراض اللي بيصيب بيها أو اللي بتظهر على مصابين متحور أوميكرون، وهل هو فعلا بيؤدي لالتهابات في جفون العين زي ما الدراسات الإنجليزية قالت؟ طيب، هو بداية الفيروس كورونا بيدخل أساسي من ثلاث اتجاهات. الاتجاهين الأساسيين هو الأنف والفم، وده نسبة الإصابة بتبقى عالية جدا بيهم، وثبت علميا أنه قد ينتقل عن طريق العين ويصيب بعض الأغشية، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه ممكن يسبب التهاب ورد. أيضا ممكن يدخل من القناة الدمعية اللي بتصل العين بالأنف وتصل الحنجرة، فالتواصل ده القناة دي ممكن تنقل، ولكن ده نادر جدا 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 انه ممكن يحصل، وبيحصل في حالات معينة زي شخص عطس في وجه شخص امامه، او ان الفيروسات معلقة في الجو من حد عطس قبل كده، اللي هي الذرات الصغيرة وبدأت تصل للعين، فبتبدأ تعمل التهاب للأغشية العين دي بشكل ما. وفي الحالات المتقدمة جدا لو الجرعة كبيرة ممكن تصل عن طريق الشعيرات الدموية وتتخلل بعد إتلاف الفيروس، الشعيرات دي تدخل في مجرى الدم، ولكن دي حالات نادرة جدا جدا وثبتت مع فيروسات أخرى. طبعا هو يعني الأوميكرون بالنسبة لدلتا والمتحورات الأخرى هو الحمد لله أقل ضررا بشكل كبير جدا، ولكنه اكثر انتشارا بنسبه اكبر بكثير جدا، قد تصل الى 20%. وطبعا ده معدل انتشاره الزائد ممكن انه يؤدي الى بعض الاعراض نتيجه كثره انتشاره، ممكن تحصل في بعض الاشخاص انه ممكن يحصل التهابات في العين، التهابات الورديه دي نتيجه الاصابه، فده وارد ولكن نسبته قليله جدا مقارنه بطرق الإصابة الأخرى اللي هي عن طريق الفم والأنف، نتيجة لأن هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، فأفضل الطرق له هو الأنف والفم، ولكن لا يمنع ذلك أنه قد تظهر حالات نادرة. طيب دكتور أيمن، يمكن في بداية ظهور جائحة كورونا وبداية ظهور فيروس كورونا سمعنا برضو أنه بينتقل ممكن عن طريق العين زي ما حضرتك وضحت، وانه حتى من بعض اعراضه هو بيكون في احمرار في العين او العين الورديه او ما الى ذلك، انه العين كمان من الاعضاء المصابه او بيبقى فيها بيظهر عليها اعراض. يعني يمكن دي سمعناها فعلا قبل كده لكن ما بقتش متداوله بشكل كبير، فسؤال حضرتك، هل احنا اهملنا الى حد ما في ان احنا نفحص العين او ان احنا حتى نتخذ اجراءاتنا الوقائيه بما ان العين ممكن تكون من ضمن المناطق المصابه؟ والسؤال لحضرتك كمان سؤال اخر، هو ازاي نقدر نحمي نفسنا؟ هل دلوقتي لازم نلبس مثلا فيس شيلد، القناع اللي بيغطي الوجه كامل، ولا ما زلنا متمسكين بالماسك القناع العادي؟ طبعا هو لم يتم اهمال العين كمصدر، وتم الاعلان عنها منذ البدايات، ولانها اساسا ممكن تحدث بفيروسات مشابهه جدا لفيروس كورونا ان تحدث عدوى للعين، ولكن هي نادره حدوثها ومحتاجه جرعه اكبر ان يحصل الانفكشن او العدوى دي في العين مقارنه بالانف والفم. وفي الحقيقه العلماء اكتشفوا ارتباط كورونا باصابات العين نتيجه للممارسات الجيده اللي كانت بتتم عند بعض الاشخاص بلبس الماسك الفيس ماسك اللي هو الفم العادي ومع تطبيق التدابير الاحترازيه، ووجدوا ان هناك عدوى بالفيروس كورونا، وثبت بنسبه كبيره انه قد يكون انتقل عن طريق العين في الحاله دي. فطبعا هو الفيس شيلد مهم جدا، وطبعا منظمه الصحه العالميه وكل الجهات المعنيه بما فيها وزاره الصحه المصريه اكدت عليها في فترات معينه انه قد يكون ضروري ارتدائه في الحالات التكدسات بين الناس، سواء كانت في وسائل النقل العامة المتكدسة أو في التجمعات المختلفة، فهو واقعي بشكل كبير جدا أنه بيمنع إصابة العين. وده كان
دكتور ايمن، يعني حسب ما بيشاع او بيقال ان فكره كده، حضرتك بتاكد المعلومه دي، ان فيروس كورونا يعني او تحديدا اوميكرون المتحور اوميكرون من كورونا هو بيصيب المنطقه العليا من الجسم مش الجهاز التنفسي، ويمكن ده سبب في ان فكره حالات الوفاه اقل الحمد لله فيه. ده اكيد يا فندم، الاوميكرون بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، والحمد لله لا يسبب التهابات رئويه زي دلتا، وان حدثت بتحدث بنسبه بسيطه جدا وعند الاشخاص اللي هم عندهم امراض مزمنه او مناعتهم فيها مشكله، ولازم يكون في جرعه عاليه الشخص ده تداول، لان قدرته على الارتباط بالفيصلات الموجوده في الشعب الهوائيه اقل بكثير من دلتا، وده من فضل ربنا لانه معدل انتشاره عالي جدا. تقريبا الشخص ممكن يعدي 15 او 16 شخص في محيطه مقارنه، يعني فكره سرعه الانتشار، علشان كده الاجراءات الاحترازيه يعني الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها من بدايه انتشار فيروس كورونا كماسك واقي هي الاهم علشان نقلل من حده الانتشار. الدكتور ايمن الشبيني استاذ الفيروسات بجامعه زويل، بنشكر حضرتك يا فندم.